سلام زينات، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله كيوصلكم هذا الفيديو تكونوا في افضل صحه وفي احسن حال ان شاء الله. اول حاجه بغيتكم ديروها تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هذه اللي نصور بها كما تاع نبات تاع بريطانيا العظمى. اشغلوا، ماهيش تسجد، ماهيش تشد تليفوني، كي نحط فيها التليفون راه يتحرك. فاش مسكينه كانت تنقط نتفليكس اللي ديما نصور، قلت لها صح. شكوميك ولا ما جبت؟ هات على يدك شويه. هي ميا هي صورتي عين بلا نو انجلاش والله. والله عينيك لون هذا كل ما درتيش. قلت لكم السلام عليكم الزينات، كي راكم؟ نجمتش سلام زينات، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله كيوصلكم هذا الفيديو تكونوا في افضل صحه وفي احسن حال ان شاء الله. اول حاجه بغيتكم ديروها تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. وثاني حاجه ديروها البنات ديروا لي جام على هذا الفيديو. وثالث حاجه ديروها تبارطاجوا ليه مع الحباب ومع الصحاب. ورابع حاجه ديروها تدخلوا تكومونتوا لي كومونتير شباب كيما كيفكم. كيما راكم تشوفوا اليوم رجعت لكم ياك. الفيديو تاع اليوم راح يكون مختلف عن الفيديوهات السابقه. الفيديو تاع اليوم راح نشارك معكم واحد المنتج مجرب، ماشي انا مجربته، مجربته شحال من طفله، انا اول مره راح نجربه معكم، اللي هو هذا المنتج. شدته بالمقلوب، لا هذا كيما داك اللي يدخل كشغل ريستورون هكا ويحط المينيو بالمقلوب ويقعد يقرا. هذا المنتج البنات راح نشاركه معكم دروك، راح نقول لكم شنو الفائده تاعه، من وين وصلني وين تلقاوه وش يدير. اوكي، وثاني منتج يا البنات هو هذا، اللي هو هذا الكريم افندي مراني نيسيوس. كوم 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 ديري هكا كوم 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 ميسيوس. خلوش يسيق ميسيوس بيك لا كريم وتوصل وتوصل تمام ميسيوس. نعم تمام. هادي جيت جيت هادي جيت اغلى. باي باي جوجو. المهم البنات سمحوا لي التدخل، سوي تدخل مفاجئ يا عمري، جا خير بغي بالله الباب موراك. هذا المنتج البنات انا راني مجرباته صراحه، جبته معايا من الطرق، جبت باكيه منه وهذيك الباكيه باقي لي منها نص. هذا المنتج البنات شا يدير؟ هذا المنتج يقشر المنطقه الحساسه عند البنات. انا جربته في المنطقه تحت الابطن وفي المنطقه الحساسه، يعني جربته صراحه وكي بديت تقشر هذيك المنطقه وبديت نلقى المفعول تاعه حبسته. علاش حبسته؟ باسكو هذه لازم تستعملي وحده كومبلي وتزيدي معها الزوجه، يعني في الوحده الكومبلي، والا ما تقشرتش المنطقه تاعها كامله لازم تزيدي الزوجه. اوكي، المهم البنات هذا المنتج البنات راح تلقاوه عند سيليا، راح نخلي لكم الانستغرام تاعها في اول تعليق متبادل وفي صندوق الوصف، راح نقول لكم كيفاش تستعمل هذا المنتج. وراح نخلي لكم المساحه هذه هنايا، راح نبعد شويه هكا باش تخليكم في المساحه هذه هنايا النتيجه تاعه والطريقه كيفاش يقشر، وراح نقول لكم كيفاش تستعملوا هذا البنات. طبعا استعملته لطيفه هذا المنتج بالذات الكريم، انا مجربته لانه شفت لطيفه كيما على بالكم. لطيفه صاحبتي المغربيه اللي تسكن فيها تاي، اللي عندها قناه يوميات لطيفه في تركيا، راح اكيد راح تشوف الفيديو وراح تدخل تحكي لكم التجربه تاعها مع هذا المنتج. هذا المنتج البنات كريم عادي، كانت تستعمل فيه لطيفه لانه كانوا عندها اثار حبوب وكانت عندها الدسه وكان عندها الكلف. وصراحه الوجه تاعها راح نخليكم انا، راح تشوفوا فرق بعينكم هنايا. ديجا راح نحط لكم تصاوير لطيفه قبل وبعد استعمل هذا الكريم، يعني هذا مش مجرد اعلان، هذا يعني كريم، يعني حاجه شابه وحقيقيه، ماشي كيما نقول لك غير باش اعلان باش نرضي المراه ولا باش مانيش عارف. انا نضرب معاك واش تقولي واه، يعني هذا ماشي مجرد اعلان. ففعلا البنات هذا الكريم راه فيه نتيجه شابه، وانا عن نفسي قلت لكم راني جربته، راح نحط لكم هنايا الصور كيما قلت لكم، وراح نقول لكم طريقه الاستعمال تاعها قبل ما تولي باغ اكزومبل تي كي باغي تقشري. كيما انا عندي اثار حبوب، ما كاش بشره خاليه من العيوب، كاع عندنا هذوك العيوب وكاع بشرتنا مضرين، وكاع اللي ما عندها دسه عندها الكلف، واللي ما عندها الكلف عندها اثار حبوب شباب الى اخره، وعندها اثار جروح يعني تبقى كيما نقولوا مخبشه ولا مانيش عارف. عندك هذا الكريم راح يخلصك من هذوك الصوالح كلهم. طريقه الاستعمال تاعها سهله البنات، اول حاجه ديريها قبل ما تبدي تغسلي وجهك، وما ديكينا تبليكيه على وجهك، يعني هاولا فيه حوالي شعر فيه 30 غرام. ياطمه ياطمه ياطمه، غطيح تليفون غطيح تليفون ياطمه.
في 30 غرام نورمالمون البنات استعمليه على وجهك كل يوم قبل ما تقعدي تبليكي مليح على وجهك. اول حاجه ما تعرضيش للضوء، يعني هذا الضوء لازم ما تشوفيش، لازم كي ديري هذا الكريم في وجهك تروحي تقعدي ديريكس صاي، والصباح باش ما يطلعش عليك النهار وهذاك الضوء كاع لازم ديري كيما نقولوا باش تلقاي نتيجه يعني مفعول مضمون 100%. سيرتو للوجه، نحكي لكم على الوجه، لازم ديري على الاقل ليزار تاع كحل، يعني ليزار كحل باش ما يدخلكش هذاك الشعاع تاع الشمس. الشمس صاي وليت نهضر كي المغاربه، الشمس في وجهك. ولا كيما نقولوا ديريه كاع الليل، تستفادي منه كاع الليل وانت راكده والظلمه ديجا، وفي النهار تنوضي الصباح غسلي وجهك سيبون بالصابون صاي. طبعا راح تشوفوا كيفاش يبقى يتقشر. يعني سيليا صاحبه هذا المنتج يعني لا يسبح فيه، هي نفسها راها مجرباته ولقات نتيجه وبعثت لي انا تصور راح نشاركهم معاكم. يعني قلت لكم راح نخليكم هذه المساحه باش نشارك معاكم. ثاني البنات انه الحاجه شابه لي فيه، الحاجه شابه لي فيه انه كيما نقولوا مشي انه تستعمليه ويقشر لك وجهك، يعني كي راح ينحي لك هذيك القشره الميته وهذوك الاثار ما راحش يعاودوا يخلفوا لك. هذه الحاجه الشابه اللي فيه انه منتج يعني كيما نقولوا مفعول تاع شباب، انه ما راحش يعاودوا يرجعوا لك. تبغي تداومي عليه كيما نقولوا انتيا تستعمليه، ماذا بكم كي تستعملوه ثاني تستعملوه في البروده ماشي في الصيف، كيما دروك الصيف والحمان وكاع ما لازمش تستعمليه لانه ممكن ياثر عليك سلبا. فلازم تستعمليه كيما هذه الفتره اللي رانا فيها راه البروده وصيف بدا يدخل الشتاء، هذه الفتره تناسبك اكثر انك تستعمليه وتداومي عليه. بالنسبه لهذه المنطقه البنات تاع تحت اليدين هذه يعني تنجمي تستعملي عادي لانه ديجا غتلبسي نصكم، حتى لو نطي في النهار كيما نقولوا ما غسلتيش وكاع وتقعدي بها كاع النهار عادي جدا. انا صراحه استعملت في المنطقه الحساسه ولقيت فيها نتيجه وبدات تقشر عندي المنطقه، بصح شايلة انا حبسته كذب حرام، انا حبسته لان التيوب تاعي كان قريب يخلص لي، فقلت انا غادي نداوم فيه وانه راح نوصل لنص نتيجه وراح نولي كيما نقولوا ما جاياش، فهمتوا؟ نص بنص ما جاياش، قلت انه انا نحبسه قبل ما تزيد تقشر اكثر. اوكي أو شابة شحال طاي؟ قولي والله سمحوا لي دقيقة عادي تشوف. أو شابة لا شتي هاد الرسومات اللي فيها لهنا؟ هاد الرسومات كون جات كاع حساب لا كاونتي شوف. ليسونسيال البنات هذا المنتج راح تلقاوه عند سيليا، راح نخليكم الانستغرام تاعها وراح نخليكم تصاور باش تستافدوا اكثر. بالنسبه لهذا المنتج اللي كان بالنسبه لي انا حلم وكنت باغي نشيده شحال كنت باغي نشيه من عندها، هذا المنتج البنات هذا عباره عن ماسك للرجلين، راح نخليكم ثاني النتيجه تاعها هنايا في هذه المساحه باش تاكدوا بنفسكم وتشوفوا بنفسكم النتيجه تاعها شحال شابه ويعني منتج امن. حاجه ثانيه البنات انا صراحه طريقه الاستعمال تاعها راهي قالت لي عليها البنت، راهي قالت لي عليها البنت البنات والبنات. ملاحظه هاد الكريم كي تستعملوه تبدا تقشر البشره تاعكم، ديجا الطفله غادي كي تكوموندوه من عندها راح تقول لكم طريقه الاستعمال وتزيد تبعث لكم هي فيديوهات اخرين باش تشوفوا النتيجات. بصح ما نقول لكم عليها انا نقطه، ما تقشريش يعني كي تبدا القشره هذيك تنحى هكا هذوك القشور يتنحوا، ما تنحيش بيدك انت تفرس عليكم لا، لازم تنحى بوحدها. اوكي حاجه ثانيه البنات هذا الماسك، هذا الماسك للرجلين، هذا الماسك تاع الرجلين. دقيقه عايشه دقيقه بنتي، هذا الماسك البنات تاع الرجلين راح نخليكم التصويره تاعه، صراحه راني متحمسه باش نجربها معكم وعلى بالي ما حش نقدر نوريكم النتيجه لانه النتيجه تبان مع الوقت، لذلك راح نجربه ولكن ان شاء الله راح نصور لكم بعض الخطوات او بعض لقطات باش نشارك معكم في فيديو اخر. هذا المنتج البنات هو ماسك تاع الرجلين ينحي البرونزاج كيما نقولوا، كيما انا وحده من الناس ما نكذبش عليكم البرونزاج راه عندي. شوف في الصيف كيما من يدك كيما في الصيف، شوفوا في الصيف كانت عندي هذه منا لهنا عندي كحله ومن لهنا بيضه، رجليا نفس الشيء حاشاكم رجليا راهم نفس الشيء كانوا كحلين، يعني كانوا كحلين مي وليت ندير القماش تاع القهوه كاع دروك البشره تاعي تحسنت يعني افضل. مي راح نشاركها علاش تانيك على خاطر ينحي القدام، يعني ديك البشره الميته اللي في القدام وهذوك الشوائب اللي في القدام ينحيهم هذا الماسك. طريقه الاستعمال تاعها سهله، مازال سيليا راح توريها لكم البنات اللي بغات كومونديه، قلت لكم راح نخليكم الانستغرام تاع سيليا باش تدخلوا عندها وديروا طلب. راح هذا المنتج راه فيه زوج هادو ساشيات، فيه هاد زوج ساشيات فيهم واحد الليكيد لداخل، ولا علينا هادو نحطوهم على جهتين ولادي غادي يطبقوهم، وغادي تلقاو في وسطه هادو الجوارب سموهم جوارب ياك، تلقاو هادو الجوارب. اش غديروا البنات؟ غادي تلبسوه لمده 90 دقيقه، راح تدخلي رجلك هنا في هاد الساشي ياك، دخلي رجلك في هاد العيبه هادي وتحطي فيها ليكيد، تحطي هذاك ليكيد طرطقيه وحده من وحده منا وتحطيه. دقيقه سمحوا لي تشوف هذا، هذا نورمالمون الكريم
كريم هذا بعد ما تنحي هذا الماسك ديري هذا الكريم تحطيه على جهه، تحطي البنات هذوك اللي كتحطيه في هنايا في هذا الجوارب هذو، وتحطي هذاك اللي كيدو تبلعيهم وتلبسي تقاشير تخليه 90 دقيقه بالتمام والكمال، يعني ماشي دقيقه ناقصه، يعني 90 دقيقه شحال راح تجيكم؟ شحال تجي ساعه وساعه ونص، يعني ساعه ونص وانت لابساته، ومن بعد كي تنحيه ديري هذا الكريم مع الوقت البنات، وكل يومين كما نقولوا غدوه من ذاك البنات ديري المحامي وديري فيه شويه خل وديري فيه شويه كما نقولوا شامبو ولا، ونقعي كرعيك في المحامي فهمتي، وما تحكيش ما تحكيش غير نقعي كرعيك في المحامي، الماء غاد ما ديريش اللي موراه ديري المحامي والماء ديري فهمتوني، يعني كيما نقولوا نهار على نهار ديري رجليك في المحامي، هذاك راح يساعدك باش رجليك يتقشروا وراح تلقاو النتيجه اللي هي راح نحطها لكم ديجا تشوفوا طريقه الاستعمال النتيجه تاعها راح تشوفوها بوحدكم بعينيكم باش تتاكدوا انه هذا المنتج اعطيني ماما، تاكدوا انه هذا المنتج يعني مش مجرد اعلان انه فيه نتيجه، واللي مجربينه ديجا راهم باعتين تصاور للطفله وهي بعتتهم لي، وراني متحمسه انا باش نجرب هذا الماسك، انا هذا هذا بالذات هذا بالنسبه لي مجربتها انا، هذه راني عارفه الطريقه تاعها وراني عارفه النتيجه، وعلى بالي بلي تعطي نتيجه رهيبه مع المداومه عليها، وكيطبقي كيما نقولوا الخطوات راح تعطيك نتيجه رهيبه، يعني البشره تاعك راح تكون كيما تاع البيبي، راح نحط لكم تصاور باش تشوفوهم صور حقيقيين، صور حقيقيين المش يعني الطفلات اللي شراوا المنتجات هذه جزائريات، واللي بعثوا لها تصاور يعني اللي شراوا عليها يعني شراوا عليها كامل جزائريات، والتجارب تاعهم يعني حقيقيه ماشي من نقولوا من جوجل ولا لا، ايسونسيال زينات. انا هادو زوج منتجات اللي وصلوني من عند سيليا، وان شاء الله باذن الله راح نداوم على هذا الكريم، راح نداوم عليه في وجهي كيبرد الحال، هذه الخطره غادي كيبرد الحال راح نديرها في وجهي، لانه البشره تاعي راها مضره حرفيا راهي مضمره، عندي اثار الحبوب، عندي من اثار حبوب، عندي واحد الصوالح الله لا يوريكم، واحد الحاله الله لا يوريكم، فراح نجربها على وجهي هذه المره ماشي المناطق الحساسه، راح نخليها على وجهي ونجربها معكم، واكيد راح نوريكم النتيجه، يعني كل مره كل ما يتقشر جزء من الوجه راح ندير لكم صوره ونلمكم هذوك الصور كاملين ونحطهم لكم في فيديو واحد باش تشوفوا الخطوات، وهذا ثانيه راح نصورها لكم ليسونسيال، انا هذا راح نديره دروك دروك راح نديره ولبس قاشير ونخليه ساعه ونص حتى ساعتين عادي، انا نبغي شويه نزيد من عندي نزيد من نقش، نخليه حتى ساعتين البنات هذا المنتج وراح نوريكم النتيجه تاعه، ومع الوقت اكيد يعني بهذه 15 يوم باش تبان، وهذا في اول اسبوع تبان النتيجه، هذا في اول اسبوع راح تبان النتيجه وتبقى وجهك يتقشر، ماذا بكم كتبقاو تستعملوه في فتره اللي تستعملوه فيها ما تخرجوش من الدار، ديري حسابك لازم لا تخدمي لازم تكون عندك كونجي، باسكو غادي تبقى تقشر هكا البشره تاعك، يعني شو دوك الافلام تاع بي سي اللي خوفوا كيما هكا من الاخر من الاخر كيما هكا. المهم زينات انا وصلت نهايه الفيديو تاعي، راح نخلي لكم الفلوج يعني عفوا الانستغرام تاع سيليا في اول تعليق متبادل في صندوق الوصف، واللي ما قدرش يدخل لها من اليوتيوب جا عندي البريفي تقول لي عطيه لي راني نعطيه لها ما كاش مشكل، مرحبا بكم في اي وقت، وقولها جيناك من طرف رانيا باش تعرف انه جوست من طرفي تهلا فيكم وتوريكم ميم طريقه الاستعمال والخطوات، ولا ما فهمتوش شي حاجه خلوا لي تعليق لتحت نزيد فهمكم اكثر، وراح نخلي لكم النيميرو تاعي تاع الواتساب لتحت في الفيديو باش كاش وحده تبغي تواصل معايا في الواتساب مرحبا بها، على راس والعين نبغيكم متعليكم ما تنساوش جيم الفيديو وتبارطاجوا لي مع الحباب تاعكم.